السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. شاكرة جدا على المرور الدائم على القناة والتعليقات الجميلة الرائعة كروعة تواجدكم. اليوم إن شاء الله حمل معاكم خلطة أو دلكة للتفتيح والتكشير، إزالة الحبوب، إزالة السواد، وبإذن الله تعالى تكون نتيجتها جدا مبهرة ورائعة. لكن قبل ما نبدأ في الفيديو، إذا ما مشتركين في القناة أتمنى الاشتراك وتفعيل الجرس علشان يصلكم كل ما هو جديد. وخلونا نستعرض مع بعض المكونات. هنحتاج لي كوب من دقيق الرز، لو ما عندك دقيق الرز ممكن عادي جدا تطحنيه. وعندنا هنحتاج لي دقيق القمح اللي هو دقيق البر، وهنحتاج لي كوب من دقيق الحمص اللي هو الكبكبه، ممكن عادي جدا تجيبيه وتطحنيه. وهنحتاج لي المكون الاجمل والدايم انا صراحه انا بحبه جدا، اللي هو قشر البرتقال المجفف. وزي ما قلت لكم في فيديو دلكة البرتقال، يا ريت تخلوا دايما البرتقال عندكم في البيت يكون مقشر يعني ومجفف، بجد رائع جدا في النضارة للبشرة، وبالذات لان احنا فاوتنا الـ40 دي، بجد مهم جدا جدا يكون عندنا متواجد بكثرة. طيب، وهحتاج هنا لي ملعقة كبيرة من الكركم وملعقة كبيرة من المحلب. ما حط يعني اتناول كل مكون هو شنو فوائده، لكن هي زهرة هنا هي للتفتيح وللتبييض وللتنعيم، وبجد بجد دلكة رائعة جدا جدا، دلكة مفضلة عندي، بإذن الله تعالى تجربوها وتنال إعجابكم. طيب، كيف الخطوات حخلط المكونات دي كلها كده مع بعض؟ وارجع لكم إن شاء الله. هنا وضعت قشر البرتقال، بعد كده هضيف دقيق الرز، دقيق القمح او البر، حتى ممكن دقيق الفينو ممكن برضو كمان عادي يعني، وهنا دقيق الحمص، واخر شيء اللي هو المحلب والكركم. ممكن لو حابه تزيد الكركم شو تزيد المحلب شويه علشان يديك تحضير اكتر. وطبعا كمان المحلب معروف في التفتيح. ممكن ان شاء الله اكتب لكم الأشياء دي في الوصف بإذن الله تعالى. بعد كده هنحرك المكونات دي كويس مع بعض. وصراحة يعني دايما خلي عندك علب في البيت فارغة كده يعني عشان تضعي فيها الخلطات والوصفات. أنا صراحة زي الجدات أو الحبوبات، يعني دايما بحب يكون عندي علب كمية، وصراحة حتى يعني سعرها رخيص، حتى لو ما عاوزة تكلفي نفسك ممكن جدا بال حقت الجبنة حقت المهم الحياة بتكون متوفرة، أو بعد ما تخلص تستخدميها. كده خلاص خلطنا، كان لسه شوية. المهم هنخلطها أو نمزج المكونات كويس جدا مع بعض، وتضعيها في الثلاجة، في طبعا لكن لازم يكون في محلة جافة يعني ما تتعرض للموية وكده، ونجي نشوف طريقة الاستخدام. بعد ما خلطنا خلاص المكونات مع بعض، هتجي تاخدي حسب الكمية اللي انت عايزاها. لو عايزة تعمل جسمك كله هتاخد طبعا كمية أكبر، لو عايزة للوجه فقط والرقبة واليدين هتاخدي ملعقتين كافية جدا. احتبري نفسك خلاص أخدنا كده ملعقتين. هنمزج المكونات دي بالماء المغلي، قليل من الماء المغلي وملعقة من ماء الورد. احنا عايزين القوام اللي هو قوام كريمي يتفرد لك على الجسم. بجد في حاجات كده صراحة بحبها جدا وبحبكم تجربوها، اللي هو زي صابونة الحنة، الدلكة دي، عجنة المحلب، في حاجات بجد آثارها جميلة جدا وبتكون طوالي على يعني آثارها على طول بتظهر، فحلو الواحد انه يجربها ويعملها. هأخلص لحد ما تكون عندي كريمة وأرجع لكم. كده خلاص ده القوام اللي أنا عايزاه، اللي هو زي ده كده. تفرديها على جسمك وتتركيها لحد ما تقارب انها تجف، بعد كده تدلكيها او تفركيها بحركات دائرية بأي نوع من انواع الزيت اللي عندك، وممكن زيت جونسون، ممكن زيت لوز، المهم زيت زيتون، الزيت المتوفر عندك. وبعد ما تفركيها وتنتهي، بعد كده تغسليها وترطبي الجسم، وبجد النتيجة يعني بإذن الله تعالى هتبان من الأسبوع الأول، واستخدمها 3 مرات في الأسبوع،
بجد جدا رائعة وجميلة، وبقية المادة الجافة يعني ما تتعرض لأي رطوبة أو ماء حتى إنها ما تخرب عليكي، خاصة إنه المحلب موجود فيها، فإذا تعرض لأي موية وكده ف أو ماء فبيخرب، فأحرص إنها تكون جافة. ده كان الفيديو اليوم، أتمنى إن شاء الله يعني تجربوها وتجيب معاكم نتائج حلوة ومبهرة وراضية ومرضية. أشوفكم إن شاء الله في فيديو تاني، ما تنسوا تشاركوا الفيديو مع الأهل والأحباب، أكون جدا شاكرة وممتنة. والسلام عليكم ورحمة الله.